مشاهدي قناة الاتجاه في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعضه عسكري وبعضه شيخ عشيرة وبعضه سياسي، ولو جمعنا بعضه على بعضه لظهر لنا رجل لا يحسن المناورة ولا يتقن التكتيك لكنه يجيد الصراح. سيتحدث هذه المرة للتاريخ ليكون شاهدا على ما جرى وما حدث وما مضى، ليستلهم منه ما سيجري. إنه الشيخ خلف العليان. مرحبا بك شيخ. أهلا وسهلا بك. لو عدنا 50 عاما إلى الوراء، يوم كنت طالبا بالكلية العسكرية، من من دفعتك تتذكر من الذين أصبحوا ضباط فيما بعد؟ الفريق الركن عياد فتيح الراوي كان من دفعتك؟ من دفعتي، نعم، من دورتي بالأركان والعسكرية اثنينهم، والفريق عياد خليل زكي أيضا من دورتي، وهناك ضباط كثيرون حقيقة، صبيح عمران الطرفة، عبد الزهر أشكارة رحمه الله، هؤلاء كلهم من دورتي. يعني كيف كانت روحية الضبط في ذلك الوقت؟ الجيش العراقي يتميز بين جيوش المنطقة كلها بضبطه وتدريبه وتجهيزه، فهو من الجيوش المتقدمة في جميع الاتجاهات في ذلك الوقت. من كان أمر الكلية العسكرية؟ كان أحمد صالح. متى جاء داود الجنابي؟ داود الجنابي جاء للكلية بعد ثورة 17 تموز 1968. بعد 68. نعم. اللي قبله منه؟ اللي قبله كان ما أتذكر بالضبط من كان في الكلية آنذاك، ولكن داود الجنابي اجى في زمن كان احمد صالح، بعد اجى عرفان عبد القادر وجدي للكلية، وبعد ذلك لا اعرف منو. يعني متى بدا احتكاكك مع داود الجنابي؟ عندما كنت ايضا معلما في الكلية العسكرية، في فترة اللي كان فيها داود الجنابي امر الكلية العسكرية انا كنت امر فصيل معلم في الكلية العسكرية مع كثير من الضباط، مثلا عصام عبود الشيوك وعبد الكريم العيثاوي وخالد الجبوري وكثير من الضباط، يروى عن او يقال عن داود الجنابي انه كان مستبد في الكلية العسكرية، وكان يعني الطلاب والمعلمين يسجلون عليه ملاحظات كثيرة. حقيقة داود الجنابي رجل أنا أحترمه وقدره لوجود علاقات خاصة بيني وبينه، ولكن من الناحية العسكرية لم يكن مؤهلا لأن يكون أمر الكلية العسكرية في ذلك الوقت. ليه؟ معلومات العسكرية غير كافية، الكلية العسكرية لها مزاج خاص، لها أسلوب خاص في التدريب، في الضبط، في القضايا الأخرى، تختلف عن باقي الوحدات لأنه هي مثال للضبط ومنبع العلم العسكري في كل الجيش العراقي عموما، وهي بحاجة إلى ضابط آخر له خبرة وله دراية في أسلوب التدريب وأسلوب الدراسة وأسلوب الدوام في الكلية العسكرية. وركن لو مو ركن كان؟ لا، ركن. ركن، نعم، داود الجنابي كان عميد ركن في ذلك الوقت، ولكنه لكونه عضو مكتب عسكري كان في ذلك الوقت جاء به إلى هذا المكان وسلم منصب عام الكلية العسكرية، إضافة إلى مناصب عدة من غير الاعتبار للمؤهلات. طبعا كان مثلا امر قوات الحرس الجمهوري، قائد قوات الحرس الجمهوري نفس الوقت، نعم، وامر كلية عسكرية، وقائد قوات بغداد، ومدير مستشفى الطفل العربي، وامر كلية عسكرية، له عدة مناصب وعضو مكتب عسكري، وكلهم جامعين؟ كلهم جامعين ومرة واحدة، لأن في ذلك الوقت حقيقة الدولة بحاجة كانت إلى كوادر ينتمون إلى حزب البعث لتسليمهم مناصب، فأنيطت به كل هذه المهام بمفرده، ورجل يعمل بجد وشغول ولا يتعب، ولكن لا اعتقد انه يستطيع ان يقوم بواجبات عن كل عسكري. لذلك كان الضباط جميعا سواء الهيئه التدريسيه او التدريبيه متذمرين جدا من وجود داود الجنابي على راس الكليه العسكريه. صار احتكاك بينك وبينه مره؟ نعم. يعني انت ملازم، هو انا كنت ملازم اول، هو لواء مو؟ لا، عميد ركن. عميد ركن، نعم. انا كنت ملازم اول عامر فصيل كلية عسكرية، فكان الضباط حقيقة يتذمرون كثيرا، ولكن لا يستطيعون أن يبدوا هذا التذمر على وجه العلن، ولكن من تصرفات داود الجنابي، تصرفات داود الجنابي، فكان الجميع يسبون داود الجنابي ويسبون اللي جابه الكلية، بس بدون أن يظهروا ذلك للعيان، همس بيناتهم، همس بيناتهم،
فوصلت إلى داود جنابي الله يذكره بالخير إذا كان طيبا أنه الضباط ما راضين على الكلية والكلية ما بيها ضبط. فجمع الضباط جميعا الهيئة التدريبية والتدريسية بحدود 120 ضابط تقريبا على شكل حرف يو وجلسوا أمامهم. وانت ضمنهم؟ وأنا من ضمنهم، فأنا كنت ملازم أول، فتقريبا سيرة مالي واصل صلة مقابل إلى عميد ركن عقيد ركن مقدم وهكذا حتى وصل السيرة إلي والبقية بالأخير. قال أسمع أن الكلية العسكرية ما بيها ضبط. هو يسمع واصل له يعني. والضباط يشكون من هذا الأمر، فقلت كل واحد يقول لي رأيه وليش. سأل عميد ركن فلان ماذا تقول؟ قال له الضبط عالي بوجودك، الكلية تضاهي سانت هيرست. عقيد فلان كذا، مقدم فلان كذا، لا أن وصل لي أني حقيقة لم أكن أرغب أنه يصل الكلام لي، لأنه إذا تكلمت كما تكلم الآخرون سوف أشعر بضيق وحرج، وإذا تكلمت بصراحة فأيضا سأكون شاذ بين هذه الآراء. تدفع الثمن أيضا. أدفع الثمن أيضا. ولكن داود جنابي قال ماذا تقول ملازمه الخلف؟ قلت سيدي الذين تكلموا كلاما كذبا وغير صحيح، الكلية أفسد ما يمكن أن تكون وليس فيها أي ضبط. قال ما هو السبب؟ قلت له أول سبب من أسباب فساد الكلية هو أنت. أنت في نعم. فأخذ تكلم بحدة وبانفعال كبير جدا، فشعرت أنه سوف يبطش بي أو يغلط علي على الأقل، فخشيت أن يغلط علي وبعدين ما أتحمل أضطر أغلط علي وأكون كارثة. فقلت له سيدي أنت سألت بسؤال تعتبرها عسكرية تعتبرها حزبية شو أعتبرها وجاوبتك، إذا كان جوابي غير مقنع سألني وأقول لك ليش، إذا ما اقتنعت فعندك قلم ورقة شتي تسوي بس كلام زايد ناقص تغلط ترى ما أسمح لك هيجي. نعم. فقال طيب قول. قلت له أنا كنت تلميذ في هذه الكلية وكنت من أكبر المخالفين فيها، وللمعلومات قلت له سيدي إحنا خما قطع طرق لو حرامية لو كذا، أنا واقف في ساحة العرض الداخلية مثلا وقت الغروب للتهيئ للدخول إلى المطعم وبقى عبتني ما تحملت حكيتها، شافني العريف قدمني مذنب ساعة أو ساعتين تعليم مضافي هاي 6 درجات للسلوك مثلا، هذه المخالفات. قلت له فأنت عندما أجيت الكلية سحبت جميع الصلاحيات من الضباط، ممنوع أحد يعاقب طالب تعليم إضافي ولا زيان صفر ولا توقيف ولا تعداد إضافي ولا إلى آخره، فشو نسوي للتلميذ إحنا؟ قلت له أنا كنت من أكبر المخالفين بكلية سلوكي قبل نص سنة وصل 95. شنو يعني رد فعل الضباط الآخرين؟ ساكتين لم يتكلموا كأن على رأسهم الطير. يعني أعتقد أن أغلبهم يريدون أن أتكلم في هذا الكلام. داخلهم فرحة تعتقد؟ أكيد فرحة، لأنهم يريدون أن يصلوا هذا الكلام، ولكن بسبب أو لآخر لا يتمكنوا من، لأن العسكرية فيها ضبط وأنا متمرد على الضبط أحيانا. أنت كسرت جبروت داود. المهم هذا هو ما حدث في ذلك الوقت، لأن أشعر أن عندما كنا نتكلم عليه بسوء عندما نجلس، لماذا عندما يجابهنا ويريد أن يعرف الحقيقة نكتم عنه هذا الشيء؟ علينا أن نواجه بالحقيقة حتى نستطيع أن نبني ونعيد الكلية على وزنها السابق كما كانت عليه سابقا. المهم فقلت له قاموا يعاقبوني بدون نشر، لأن أنا كنت من الأوائل على دورتي بالكلية، ولكن هذه المخالفات كما قلت، يعني آمر فصيل مثلا يعرف خلف الأيام مخالف ويتعاقب هواية كل أسبوع أنا متعاقب وباقي بكلية تعليم مضافي، فباوع قال ليش مصابق حذائك؟ ما باوع عليه، احنا أجلكم الله يعني الحذاء عندنا ما نصبغه حتى أوتي لضربه فيطلع يلمع بشكل رهيب، هو ما بوا عليه فتعاقبني أسبوع حرمان ذل مثلا، هاي 5 درجات من السلوك. هاي العقوبة اللي ما يعني أقتنع بها ما نفذها بطبيعتي فتضاعف العقوبة، وهكذا وصلت 95 5 درجات فقط النوب أفصل من الكلية. فقام يعاقبوني بدون نشر لأنه أنا من الأوائل. قلت له أنت سحبت كل الصلاحيات ما خليتنا، وإذا صدفة أحد الضباط عاقب تلميذ ساعة تعليم إضافي بس بالكلام لأنه زهق، فنرجع من التدريب نجد التلميذ يجلس في غرفتك ويحتسي الشاي أو القهوة والضابط يقف بالاستعداد أمامك وتهين الضابط أمام الطالب، فماذا أبقيت لنا من قيمة؟ فبهذا أنت أسأت الكلية العسكرية وأسأت الضباط بها، فقال قوم الضباط اطلعوا ما سمع الباقي، لأنه أول ضابط برسبة صغيرة
هو انا وتكلمت بهذا الكلام، فخشى انه احد الضباط كلام اكثر من هذا. هو ربما يسمعك اذا كان حي. نعم، ربما يتذكر الواقع قد يسمع، وانا احترمه طبعا واقدره تقدير كبير جدا، ولكن هذا هو الواقع الذي جرى في ذلك الوقت. في اليوم التالي جئنا الى الكليه وكنا خطوط، فخطنا على قناه الجيش نجي على الطريق الباب اللي على نهر ديالى. فوقفت سيارتنا، وصعد الى السياره نائب ضابط علي عبد الامير. تذكر بعدك؟ نعم، واخوه طبعا من دورتي ايضا اسمه ابراهيم عبد الامير. فعلي بيده كتاب سيدي ملازمه والخلاف. قلت له نعم. قال انت منقول للاردن وانفكاكك خلال 24 ساعه وممنوع دخولك الكليه بامر داوود الجلالي. هذا المحادثه. التحقت الى الاردن، كان قوى صلاح الدين الفرقه التاسعه. شنو رد فعلك؟ على كل كان ذاك الوقت في حينه رد فعل غير مقبول حقيقه. تحديته يعني؟ طبعا تحديته ودخلت الكليه. دخلت الكليه؟ نعم، لانه تجهيزاتي بالكليه واغراضي في الكليه وماكو شيء اجراء يعني. وفعلا نقلت للاردن؟ نعم نقلت للاردن، وبقيت للاردن فتره الى ان عاد الجيش الى العراق. ما قدرت توصل صوتك لجهات عليا؟ ما احتاج، لان هي ليست مظلمه او كذا، وانما هو شيء حدث في الكليه العسكريه. في اي سنه تخرجت كملت الكليه العسكريه؟ في 4/9/1963. 63 دخلنا الكليه العسكريه في 21/10/1960. يعني في زمن عبد السلام عارف. نعم 4/9/1963 عبد السلام عارف، كان الرئيس عبد السلام عارف. نعم. هل خدمت في الشمال؟ 16 سنة اشتركت بحرب الشمال؟ لمدة 16 سنة. حرب الحرب بالحرب؟ نعم. كلها حرب؟ 16 سنة. لا ليست كلها حرب، هناك فترات وقف قتال. وكل هذه الفترة أنا بقيت بالشمال، فترة قصيرة هي في الانضباط العسكري، وفترة قصيرة في الكلية العسكرية. يعني أنت 16 سنة بالشمال، وبعدين صرت سياسي، وبعدين تدرجت طبعا بالرتب العسكرية. انطباع الجيش عن الحرب مع الأكراد، يعني كل العهود اللي مرت بالعراق هناك مشاكل ويا الأكراد. شو الانطباع تكون بالجيش؟ يعني بزمن عبد الكريم قاسم صارت مشكله ويا الأكراد، في زمن الملكية، عبد الرحمن بزمن الملكية، بزمن عبد الرحمن عادل، بزمن عبد السلام، بزمن البعثين. نعم. شنو المشكله بالنسبه يعني للطباع الجندي والضباط؟ الأكراد لديهم قضية، يريدون أن يقيموا دولة كردية. في البداية كانوا يطالبون بحقوق، أنه اللغة الكردية يجب أن تدخل باعتبارهم مكون أحد مكونات الشعب العراقي، ومكون كبير في 3 محافظات تقريبا أغلبها مناطق كردية، يعني 99% منها أكراد. فمن حقهم أن يطالبون أن يكون لهم حق في تمثيلهم في الدولة. بعدين طالبوا الحكم الذاتي، وقد منحهم صدام حسين اعتقد عام 1972 صدر قانون الحكم الذاتي. 1970 صار البيان، بيان 11 اذار، و74 المفروض يتنفذ 4 سنوات. اي فتنفذ، انطوهم الحكم الذاتي وصارت حكومه كردستان، والموظفين وكلهم من الاكراد ايضا، وادخلت اللغه الكرديه في مناهج الدراسه وغيرها، يعني اخذوا حقوق ما اعتقد انه يحلمون بها. ولا اكو دوله من دول الجوار اللي فيها اكراد واغلبيه كرديه لم يحصلوا على مثل هذه الحقوق التي حصل عليها في العراق. فكان هناك حقيقة يعني هم شعبنا. فأنا عندما عملت هذه الفترة الطويلة كلها ما أعتقد أني تسببت في أذى لشخص أو لقرية أو لمدينة من المناطق اللي عملت بها، خصوصا عندما أصبحت برتبة كبيرة عامل لواء وعامل فوج. بس كنت أحتفظ بعلاقات كبيرة وجيدة مع المناطق اللي أعمل بها، وساعدت كثيرا الناس وحافظت على اموالهم واعراضهم ودمائهم، لانهم شعبنا بالدرجه الاولى. ولكن هناك خلافات او قضايا معينه قد يكون لهم الحق في بعضها، وقد لا يكون حق في مواضيع اخرى. بعد ما اجوا البعثين بال 17 تموز 68 شنو تغير بالجيش؟ والله جيش حقيقه يعني من بدء الثوره في 17 تموز 68 وحتى 79 الجيش بدأ يتوسع وبدأ يتقدم ويجهز بأحدث التجهيزات وبأحدث الأسلحة،
ولكن بعد 79 بدأت بعض التغييرات تحدث. يعني تقصد بعد ما جاء صدام حسين للسلطة؟ يعني 79 طبعا بعد ما جاء صدام، وبعد أن صارت الحرب أيضا صارت أمور كثيرة، اختلفت الموازين كثيرا بالنسبة للجيش. يعني السياسة بدأت تأكل من العسكرية؟ طبعا المفروض الجيش لا يتدخل في السياسة، الجيش يجب أن يبقى حيادي دائما، والسياسة لا تتغلغل، يخدم الشعب. ولكن محاولة لقلب الجيش إلى مؤسسة عسكرية حزبية يعني سياسية، فعندما دخلت السياسة إلى الجيش طبعا أثرت كثيرا، لأنه يجب أن يتقلد المناصب المهمة والحساسة، يجب أن يكون مرتبط بالحزب، مثلا ضابط استخبارات، عامل الوحدة، قائد الفرقة. لذلك جيء بقيادات غير كفوءة لهذا السبب. يعني مثلا يعني المعيار الحزبي طغى على المعيار العسكري، على المعيار العسكري. مثلا أعطيك مثال، دورة 42 في الكلية العسكرية، دورة جاءت في عند مجيء الحزب في الفترة الأولى كلها من الباحثين، كلها باحثين. نعم. وعندما صارت تشرين، ثورة تشرين، أهم موسى وردة تشرين 18 تشرين 63 63، أخرجوا كلهم من الكلية العسكرية، طلعوهم من الكلية العسكرية ووظفوهم بوظائف مدنية، لم يكملوا تدريبهم في الكلية العسكرية. فعندما جاءت ثورة 17 تموز 68 رجعوهم كلهم وأعطوهم الرتبة اللي يستحقونها لو كانوا مستمرين في الخدمة. معناها كل واحد يعني فرجع مثلا زيد من الناس عضو شباب الحزب، من رجع وأمر اللواء قد يكون نصير أو قائد فرقة نصير أو مؤيد بالحزب أو منتمي للحزب، فهذا سيسيطر سيطرة كاملة ويعملون بما يريد، وإرضاء إلا خشية من العقوبات أو القضايا التي ستلحق بهم من أذى أو منصب معين، قائد فرقة أو آمر لواء أو آمر وحدة. فكان من هذه الدورات التي لم يكتمل تدريبها وليس لديها خبرة عسكرية تبوأ هذه المناصب، ادخلوا كلية الأركان بدون استحقاق بدون امتحان، لأنه كون عضو شعبة أو كذا دخل في كلية الأركان. يعني المعايير العسكرية غابت بالكامل؟ لم تغب بالكامل، وإنما ضعفت كثيرا وأثرت على مستوى الجيش ومستوى الكفاءة في الجيش. يعني مهارة الجندي وروحية الجندي والعلاقة بين الجندي والضابط ربما تأثرت فيها. تأثرت كثيرا، وهذا هو الخلل في وسبب رئيسي في تأثر الوضع في عندما يدخل الجيش في السياسة. لذلك نحن نرى أن الجيش يجب أن يكون دائما بعيدا عن السياسة. إذن وقفة قصيرة شيخ خلف ونتواصل معك. مشاهدين الكرام، وقفة قصيرة ونتواصل مع ضيفنا الشيخ خلف العليان. مرحبا بكم شيخ خلف. وقعت لك حادثة بالجيش العراقي غيرت مسيرة حياتك، وبعض الضباط ما زالوا يعني يتعاطون أو يتداولون هذه الواقعة بين مصدق وبين مشكك، وهي واقعة المشاجرة بينك وبين قائد الفرقة اللي كنت تنتمي لها. نعم. يعني هل يجرؤ ضابط في الجيش العراقي أثناء الحرب أن يتجاوز على قائد فرقته ويتجاوز على رئيس الجمهورية ويتجاوز على تكريت ويتجاوز؟ يعني بعضهم يصدق ذلك وبعضهم يشكك. بصراحة أقول لك يعني حقيقة نحن لا نريد أن نقلب المواجع، ولكن تذكر هذه للتاريخ وليس بقصد الإهانة أو الانتقاص من لا ما بيها، واقعة معروفة يعني صارت معروفة. نعم. خلال الحرب العراقية الإيرانية في بدايتها طبعا أنا كنت أمر لواء 23 واللواء جبلي، فصرت في إمرة الفرقة السادسة المزرعة، هي فرقة مزرعة لأنه تحتاج إلى من قائدها؟ كان قائدها العميد الركن محمد رضا، وأيضا كان هو عضو فرع بالحزب أعتقد ذلك الوقت. فصدرت الأوامر لنا واخذنا التوجيهات. لا احنا ما نريد ندخل تفاصيل الجيش والمعركه، يعني هي يعني نوصل للواقع، يعني تفاصيل المعركه طويله وحرب يعني، بس الواقع لحظه انفعال، لحظه ضغط، يعني شنو خلاك تشاجر ويا عبد الرحيم طه الاحمد اللي هو يعني ضابط معروف؟ الحقيقه وجهت الدعوه لنا لتناول طعام غداء في مقر الفرقه الرئيسي في قصر شيرين، ووجدت مجموعة كثيرة من ضمنهم الأستاذ محمد يونس كان مدير التوجيه السياسي أيضا حاضر، وآخرين كثيرين ضباط حوالي أكثر من 30 واحد.
فأعطي لي 3 واجبات. أحد هذه الواجبات زرع حق الألغام في الأرض الحرام، ألف لغم الدبابات وألف ضد الأشخاص، بدون أن أعطى أي إمكانيات، وأنا لا يوجد لدي سوى فوج واحد، وكلف أيضا بواجب هجوم احتلال منطقة. والواجب الآخر هو تغيير 3 وحدات في الجبهة، وهذا من أصعب الواجبات في الحرب، يعني جندي مقابل جندي، وتسحب هذه وأنت مشغول في زرع ألغام ومشغول بهجوم ومشغول بتغيير في الجبهة. فاعترضت على هذه الواجبات، أخذوا 2 منها، زرع الألغام تركوه، الفرقة قالت احنا ننفذها بعدين، والتغيير في الجبهة أيضا تركوه، بقى بس الواجب واجب الهجوم. واجب الهجوم حقيقة كانت الخطة خاطئة، وهي أنه المنطقة منطقة منخفضة، والهدف للفوج داخل المنطقة المنخفضة، فأنا أردت أن يكون الهدف على المناطق المرتفعة، لأنه ما ليس من المنطق والمعقول أن تحتل الحوض وأنت فوقك مناطق جبلية. فجرى إصرار أنه ننفذ الواجب كما هو، لأن الواجب هذا إصرار من قائد الفرقة، من قبل قائد الفرقة. فصارت مشاحنة بيني وبين بعض الكلام، قال لي استجبنت ما استجبنت، وأنا رديت عليه بقسوة أيضا ذلك الوقت. فطلبت من محمد يونس باعتباره ممثل المكتب العسكري، ممثل الحكومة في هذه في هذا الاجتماع، قلت له أنت مسؤول عن أرواح هؤلاء الجنود، إذا نفذنا هذا الواجب سوف يموتون جميعا، أنا أقول كذا كذا كذا، وأنا المسؤول إذا ما نفذ الواجب، وإذا نفذ هذا الواجب الجنود راح يروحون وأنت مسؤول عنه، فأرجو أن تثبت هذا لأن هذا للتاريخ. بعدين طلبت مطالب، إذا نفذ هذا الواجب أحتاج إلى إسناد مدفعي 360 درجة على المناطق كذا، إسناد جوي، فوج بأمرتي كان قوات خاصة آمرة حاليا برتبة لواء ركن منصور الضاحي، صار بأمرتي يتحرك من قصر شيرين يجي يمي. فوعدوني أنه ينطوني إسناد كثير وينطوني كذا، وبالنتيجة عندما نفذنا الواجب صار مثل ما قلت، إسناد المدفع توقف، طيران والخسائر كثيرة، جاءت طيارتين، واحدة سيخوي فضربتها قطعاتنا أيضا ووقعتها، سيخوي عراقية، والقطعات الموجودة بجوارنا انت وقعت طائرة عراقية؟ مو احنا الإيرانيين وقعوا؟ لا، جيش العراق جماعتنا هم اللي وقعوا الطيارة، وجت الطيارة أخرى طيارتين 125 بإسناد سمتيات، فأيضا أحد الوحدات الموجودة ما يقلوا سمتيات؟ سمتية مالتنا ضربوها وقعوها، والوحدة سيخوي مالتنا أيضا ضربوها جماعتنا وقعوها، يعني قوات اللي موجودة على الأجنحة مو جماعتي يعني. المهم أنت شعرت بخذلان، شعرت بأنه يحاولون أن لا يصلني إسناد، مقصودة حسيت من بعدين شعرت، بعد ما طلعت من السجن شعرت انه اكو شيء معين. المهم فما بقى عندنا مجال، لانه اكو واجب نفذناه قبل اسبوع، الفوج كله انتهى وبيت، اي بس امر فوج ويا 10 جنود طلعوا التجأوا الى احد الافواج الموجوده اللي احتلناها قبل اسبوع او 10 ايام، وهذا الفوج ايضا ضعف يعني 4 مرات عليها استشهدوا، قوة منا موجودة معزولة شوية بعيد تأثرت، فما بقى عندهم عتاد للمقاومة وخصوصا القاذفات. فشعرت أنه هذا الفوج إذا راد، لأن حسبناها بس الدبابات اللي موجودات بين الأشجار حاطم بالموضع حوالي 83 دبابة، هذا عدد هائل يعني، لا يمكن لفوج بشاهد جبلي دبابة إيرانية طبعا، نعم، بدون أي إمكانية للمقاومة أن يستمر. فإذا سقط موضع هذا الفوج سوف يصير خرق القوات الإيرانية وتدخل إلى قاراتو وإلى خانقين، فتسقط القطعات الموجودة في سلبي ذهاب وفي قيلان غرب. فيمي ضباط 2 ما زالوا أحياء، واحد منهم ضابط استخبارات اللواء والآخر ضابط ركن الحركات، واثنين هم من صلاح الدين تكريت، واحد حاتم جاسم هيلان كان نقيب ركن، والآخر أيضا نقيب ركن حمد كردي حمود جبوري. فقلت لهم شو تقولون؟ الانسحاب صفحه من صفحات القتال، ولكن احنا ما عندنا امكانيه نقول هذه دنفنا الصفحه، اي انسحاب وهزيمه، فاذا انهزمنا او قول انسحبنا من هذا المكان القوات الايرانيه سوف تتابعنا وتصير كارثه على العراق كله وعلى الجيش في منطقتي قيلان غرب وفي سلبي ذهاب، وبالتالي سنلام من الناس. قبل ماكو اعدام بالبدايه، ما نعرف يعني يعدم او كذا، بس سوف يلعن التاريخ ويلعن الناس ان احنا سببنا في نكبه الجيش العراقي. ماذا تقولون؟ قالوا سيدي شو تقول احنا ننفذ؟ قلت لهم انا اقول نصمد
وحتى نموت اذا متنا الناس تعذرنا يقول لك قاتلوا الى ان ماتوا. المهم انت مشحون كنت. المهم فاصدرت امر الصمود حتى الموت. بعد ذلك قلت انا راح اموت قطعا لانه ماكو انسحاب. والقائد اللي نفذ لنا هيك واجب وجاب له بيه لا زال يشتم الهواء وعليه خلي على الاقل بالجهاز. اشفي غليلي. اي ففلان كيف تسمع يجي عبد الرحيم الاحمد. عبد الرحيم الاحمد الله يرحمه طبعا توفى. فبديت اتكلم عليه كلام قاسي وخشن. فقال قل ثانيه خلف. قلت له يعني تتصور اني خايف؟ اذا عندك جهاز حضر جهازك. فبديت اشتمه واشتم الحكومه اللي عينتها واشتم رئيس صدام حسين. شتم صدام بالاسم؟ نعم. شتم الصدام بالاسم؟ نعم. بالاسم؟ بالاسم نعم. والاجهزه كانت تلتقط؟ اجهزه جهاز ركال يعني شبكه القياده من الشمال وحتى عبادان كلها تسمع هذه المكالمه. ومن الصدف انه ايران ايضا الايرانيه ملتقطه هذه المكالمه وكانت وانا بالسجن تبثها حوالي شهر او شهرين. ذيع منها مقاطع الكلام مالي. فاعتقلت طبعا انا في اليوم الثاني. في اليوم الثاني اخذوك؟ ثاني يوم من الصبح اعتقلت. وبالاستخبارات العسكريه. زين شيخ خلينا نتوقف عند هاي القضيه، يعني انت كنت حاسب عواقبها لو لحظه الانفعال نسيتك؟ لا انا يعني بالعكس في كامل القواي العقليه والبدنيه واعرف النتيجه والدليل. وهو من قال لك عيد قصده يسجل؟ كنت اتصور هذا ونبهته يعني قلت له تتصور انا خايف اذا عندك مسجل حضره. وفي البدايه في المره الاولى يمكن يعني ما ذكرت صدام حسين بس بالثانيه لا ذكرته يشمل لك ومن صدام حسين اللي سوى قائد فرقه. وحجيت على كل الدنيا؟ حجيت ما خليت في حين. جو الاستخبارات اخذوك اليوم الثاني؟ ثاني يوم جتني علي قوه وقالوا انت موقوف اهلا وسهلا ان شاء الله اروح وياهم. رحت لبغداد الصفات العسكريه صار تحقيق وكان رئيس المجلس التحقيقي معاون مدير الاستخبارات العسكريه. اللي هو؟ كان عقيد ركن في وقتها علي الدوري ابو صالح الله يذكره بالخير. فكان رجل فاضل حقيقه وكان متعاطف وياي وقد حاول جهد الامكان ان يثنيني على ان اقول ما قلته فعلا بال قال لك غير فاتح. فقال لي انت تعرف من تكتب هذه الامور يعني معناها اعدام 100%. قلت له انا اعرف انه اعدام ويا ريت يعني انت من قلتها تعرف راح تعدم؟ طبعا. ولكن انا يعني هذا العدد الكبير من الجنود والضباط كل واحد منهم كان يسوى دوله. ضباط شباب مندفعين كلهم راحوا هيك. المهم احرت الى محكمه؟ بقيت طبعا بعد ان كملت الاوراق التحقيقيه وكتبت كل شيء مثل بقى يعني صار كذا كذا وقلت له كذا 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 يشمل لك ومن تكريت ومن كذا والسوا قائد فرقه والى اخره. فالمرحوم عدنان خير الله ايضا حاول جهد الامكان يوقف هذا الامر. حتى انحلت محكمه؟ طبعا انحلت محكمه بس بعد مرور فتره طويله. اي محكمه عسكريه خاصه ولا شنو؟ لا محكمه عسكريه الدائميه الاولى في ساحه عنتر. ساحه عنتر نعم. ساحه عنتر نعم. المرحوم عدنان كان يوجه حتى قسم من الضباط عندما يطلبهم الرئيس صدام بعد النجاح في اي معركه من المعارك يقول لهم قولوا له اريد فلان خايف يقول لكم شو تريدون؟ قولوا شو تريدون صار؟ اطلبوا انه يطلع خلف عليه فيقولوا له فكان يرفض. بعدين من قامت تجي وجبه اخرى يطلبها يقول لهم كل شيء تذون صار بس لا حد الموضوع خلف عليها بالموضوع. فكان يعني مصمم على شيء معين وفعلا القانون العسكري قانون حاد. على العسكري مالنا قانون حاد يعني اي مخالفه خصوصا في وقت الحرب هي عقوبه اعدام يعني هو مو من كيف ابتكرها وانما القانون العسكري هو هي شيء لكن هو بادر لهذه الكتابه. وبقيت بالسجن فتره بدون ان وحال الى المحكمه بسبب تدخل عدنان رحمه الله. وفي احدى زيارات الملك حسين رحمه الله الى العراق واصل له خبر واعتقد انه المرحوم عدنان ايضا طالب منه انه يطلب من الرئيس صدام ان يعيد النظر في موضوعي. فخلال اجتماعهم لقائهم طالب من عنده فدز على اوراق شطب الاعدام كتب يحكم 7 سنوات. من يمه؟ 7 سنوات. وانت كنت وين بيا مكان مسجون؟ في سجن رقم 1 العسكري في معسكر رشيد. حتى هاي بها شويه مداراه؟ بها مداراه نعم، او بالبدايه بقيت حوالي شهر ممنوع المواجهه وممنوع الاختلاط في غرفه انفراديه ولكن بتدخل عدنان اوصل الى مدير الاستخبارات العسكريه
انه خلف عليان تعاملوا اعتيادي واسمحوا له يطلع يجي مواجهه مخابره، فشويه صار عليه تخفيف رغم انه انا محكوم بالاعدام. فكنت اروح المستشفى يوميا وزيارات مستمره كانت، ماكو اي اشكال. المهم يقول لك انت خال مضيف بالسجن واكيل وانت تضيف عالم بفعل هذه الامور حقيقه. يعني هو لو غير خلف عليان مسوي ما يعدم؟ خلينا نكون صريحين. طبعا يعدم راسا، قد يجوز بس اليوم يعدم مو، لكن الظروف احنا عشائر في الانبار، الانبار يعني لو واحد مو من الانبار خلينا نكون واقعيين، من الجنوب مثلا يعدم ولا ما يعدم؟ مو بس من الجنوب، من اي مكان، حتى لو كان من تكريت، لانه غريت صدام تدري يعني عدم ولد عمه ونسابته ماخذين بناته عدمهم عندما خالف رايه. فما اعتقد لانه انا يقول من الجنوب ينعدم لو انا ما انعدمت، بس احنا كنا قلت لك محافظه ومنطقه عشائريه ومحددين لثلاث دول، هي السعوديه والاردن وسوريا، واحنا في حاله حرب. وهذا راي المرحوم عدنان انه هذه العشائر قد تثور علينا او ما تخلينا نقوم بامداد، تجينا امدادات من هذه الدول لمساعدتنا في واحنا في حاله حرب. وهو متفهم موضوعي لان هو يعرف الوضع على اطلاع به، يعرف على حق. عندك علاقه سابقه بعدنان؟ ما مشتغل يعني، هو اقدم مني. يعرفك؟ نعم يعرفني. يعرفك من الجيش؟ يعرفني من الجيش ويعرفني يعني هو عدنان كان مصر انه انت ما تعدم وصدام رافض. صدام كان يطبق القانون العسكري، وهو قال لي بعدين عندما ارتقيت به بعدين. خلينا نرجع بعدين، راح تلتقي به. وقفه قصيره مشاهدينا الكرام ونتواصل مع الشيخ خلف العليان. مرحبا بكم. اذا موقف الملك حسين واصرار عدنان خير الله انقذ الشيخ خلف او المقدم الركن في ذلك الوقت خلف العليان من الاعدام. نعم. كم بقيت بالسجن؟ 3 سنوات. عندما طلعت بعفو خاص؟ نعم، عندما احيلت للمحكمه انحكمت 7 سنوات وفق محكمة المادة ثانية. وفق الماده 225. هاي محكمه ثانيه؟ لا لا، هي المحكمه هاي اول مره. من تقول حكمتني بالاعدام المحكمه؟ لا مو المحكمة حكمتني، هو حكمك بس كتابة الرئيس. وبقيت ما محال محكمة؟ ما محال محكمة، بس كتابة الرئيس. بعدين من تغير الحكم كتب يحكم 7 سنوات وحيل عاد المحكمة. وقال لي رئيس المحكمة كان وقتها حسين شاكر السامرائي اعتقد، قال ترى الحكم مكتوب، احنا ما لنا علاقة، بس نقرا لك الحكم وقراي الافادات الشهود، ماكو بس انا بقفص الاتهام. وصدر الحكم علي ورجعت، فبقيت 3 سنوات ايضا في نفس السجن، يعني قبل ان الحكم اكثر من سنه. المجموع كله ايش قد بقيت بالسجن؟ 3 سنين. كله 3؟ نعم، في 2003 طلعت من 83 العفو 1983، يعني بال 80 انسجنت، 83 طلعت بعد قرار عفو عن اللي محكومين بوفق الماده 225، وهي قصدها انه انا اشمل بال يعني المادة العفو على مودك طلع؟ والله اتصور يعني هو بس شمل المحكومين بالمادة 225. كم واحد يعني؟ ما ادري، يعني بسجل رقم واحد بس انا طلعت. بس انت؟ نعم. بعد ان طلعت لفترة اتصلوا بي من قيادة العمقات المسلحة، قالوا تحضر عندنا بالقيادة باشر الصبح الساعة 8، فرحت وقالوا تلبس عسكري تجي، فرحت انا بالزي العربي. فقالوا غترة مثل؟ نعم. وهناك شفت انه وياي 2 اخرين من دورتي، احدهم والاخر من الدوره اللي بعدي، الاخ داوود سلمان عيسى جبوري من دورتي، وحكمه عبد القادر التكريتي من دوره الورايا. ايضا صايرين قاده فرق بنفس المرسوم، مرسوم جمهوري بينا ثلاثتنا. انا قائد فرقه 12 بس ما ادري بعد ما قالوا لي هناك من وصلنا. بقينا ننتظر، كان الرئيس طالع لزياره الفيلق الثالث في منطقه العماره اعتقد. فتأخر إلى الساعة 1 يلا إجا. فدخلنا عليه فقال خلاص يمكن نتأخر أنا وياك، يحتاج لنا وقت هواية، خلي أشوف الجماعة وبعدين أنت. وطلعت قاعد يتم السكرتير حوالي 3 ساعة، فطلعوا الجماعة تهيئت للدخول ولكن الرئيس هو طلع، فإجا علينا على غرفة السكرتير وسلم علي وقال لي انا تعبان جدا لانه طالع، تجينا للمجلس الوطني الساعه 4. ورحت الساعه 4 للمجلس الوطني والتقيت به هناك، حوالي 2 ساعة إلى 4 بقيت يمه. شنو يعني حكيت للي صار؟ هو بالبدايه ما تكلم، كان يكتب وقال لي ربعك بالجيش يريدونك،
وأنا محضر لك فرقة من الفينيزيانات. قلت له والله يا سيدي الجيش مفخرة أنه إنسان كان عسكري في يوم من الأيام، بس أنا ما في ذاك بالجيش. قال ليش؟ قلت له أنا مريض. قال تحضر أنت وعائلتك في أي بلد من بلدان العالم، شهر شهرين ثلاثة إلى نصير زين وتعال استلم منصبك. قلت له أنا ما بي مرض عضوي. قلت له هسه إذا أضرب كل الحائط هذا فرشه. فضحك وقتها. قال له شنو مرضك؟ قلت له أنا مريض بالصراحة. قال يعني شلون؟ قلت له والله تسألني عن نفسك، أقول رأيك بصدام حسين وأعرف بيك في الشيء مو زين، أقول لك بيك فلان شيء مو زين، لا أخاف منك أنا ولا أستحي. قال أنا ريتش واحد. قلت له مو جلدني روح للدباغ. قال مو توصلني. قلت له غير ما جلدني روح للدباغ. قال لي صحيح. ورفضت أن ترجع قائد؟ رفضت أن أرجع. بعدين أعطاني تليفون الخاص. قال هذا تليفوني الخاص خابرني في أي وقت وأني أجاوب على التليفون، ترى مو أرشد. الجيش بالتسعينات اختلف، أنت تنظر من الخارج مو من داخل المؤسسة العسكرية. والله اختلف كثير. يعني أولا الجيش توسع أفقيا بشكل غير طبيعي بسبب ظروف الحرب. أيوة. بعدين بسبب الحصار، بسبب الظروف. يعني الجيش العراقي كان جيش مثالي فعلا، مو لأنه أنا عسكري، بس كان معروف في مستوى كل الجيوش، معروف الضابط بالنزاهة والكفاءة والإخلاص والأمور الأخرى. بسبب ظروف معاشية يعني الضابط الصغير راتبه يصل مثلا إلى 4000 دينار، بينما طبقت بيض بالأسواق ب 4500 دينار. يعني راتبه شهر ومعرض سير خطر نجيب له طبقة بيض. فكان يضطر الظروف قد تضطر إلى أن يأخذ من جندي، جنديين ثلاثة بالوحدة مالته أمورهم زينة، يأخذ منهم مبالغ وما يداومون، ياخذ من الاثريه، ياخذ من الاشاعات. من اقتربت الحرب الاخيره حرب الاحتلال ما يعني ما دز عليكم كعشائر؟ اعتمد عليكم؟ لا ما دز، لان احنا محافظه الانبار حقيقه حتى سلاح ما قبله يسلحونا، وكان مطلب انه احنا في حاله حرب على يعني تسلح العشائر. ربما بعد حادثه محمد مظلوم كان هذا السبب الحاجز، يعني هو كان يسميكم المحافظة البيضاء بعد 91. المحافظة البيضاء لأنه من صارت من الجيش انسحب من الكويت انسحاب غير مبرمج، يعني انكسار الجيش. اي يعني من صارت اللي اطلق على يعني مظاهرات، صارت حوادث في محافظات الأنبار، حتى الانتفاضة اللي بكيتها اللي اطلق عليها انتفاضة ما انتم ما اشتركتوا بها؟ لا. اي لكن طيب ليش ما اعتمد عليكم بالحرب الأخيرة؟ تقول ما طانا سلاح، يعني عدم ثقة ولا شنو؟ والله لا أعلم، بس ما وافق. والدليل أنه ما وافقتك مسلحة؟ نعم. أكو مخازن حديثة، مخازن الأسلحة للجيش العراقي، ضربت الطائرات الأمريكية والأسلحة ظاهرة العيان برا، فخفنا أنه يجون من ذول القشقشية والمهربين يأخذوها وتستخدم لأغراض ليست في صالح البلد. فجبناها هذه الأسلحة، نقلنا سيارات وجبناها وردنا نوزعها على عشائرنا. لكن أمين سر الفرع الموجود هناك عضو القيادة والمحافظ رفضوا أن نسلمها واستلموا هذه الأسلحة، أخذوها من عندنا. إحنا جبناها وأخذوها، ما خلونا نستلم شيء. أثناء الحرب نعم، بعد بدء الحرب، يعني بعد الدولة بساقطة. تعتقد حادثة محمد مظلوم يعني لها دور، لها علاقة؟ والله يجوز لها دور، يعني يجوز، لأنه منطقة عشائرية يصعب السيطرة عليها. هو هذا الخطأ اللي ارتكبته القيادة حقيقة في أمور كثيرة ليست في تسليح العشائر فقط، حتى من تبديل القيادات. لأنه قبل الحرب القيادات كانت يجب الموالاة أهم من أي شيء آخر، يعني أهم من الكفاءة، أن يعني يكون موالي للوضع أكثر من الكفاءة والقضايا الأخرى. يعني فكانت القيادات أعتقد مو بالمستوى المطلوب، يجب أن يعاد النظر في تشكيلة الجيش قبل الدخول في الحرب، لأنه إحنا داخلين في حرب نظامية مع دول كبيرة. حادثة محمد مظلوم يعني خلت حاجز بين الأنبار وعشائر الأنبار وصدام حسين؟ أي طبيعي حتما، نعم صار حاجز. يعني سقطت الرمادي في وقت، وين كنت من سقطت الرمادي أنت أو جانب من الرمادي؟ موجود يعني صارت مظاهرات في الرمادي أثناء التشييع ما كنت حاضرين في بغداد. اي بس ثم محمد مظلوم الله يرحمه وشاكر فزع شنيتر زوبعي ايضا هذا صديقي ومشتغل انا سوى ايضا نعم ايضا نعزم بنفس التهمة نعم، اللي هي مؤامرة مزعومة يعني. يعني هي مو مؤامرة بالشكل اللي تصوروه، ولكن صار بيها كلام ولازم انت من يصير كلام لازم توصله،
إذا ما توصل أو أحد الموجودين وصل هذا الكلام تعرض للإعدام. يعني هو محمد مظلوم كان سامع كلام لو مشترك معلوماته؟ وسامع كلام، لأن أنا وإخوانه حقيقة ما ملتقي به، بس إخوانه جوي علي بالبيت قبل أن يعدم، فقالوا الموضوع كذا كذا، يعني مجرد ناس جوي علينا وهذول الناس هم اللي، فما لنا علاقة بالموضوع إحنا. أما هو صدق مشترك أو ما مشترك الله أعلم. من بداية الحرب وين كنت؟ الحرب الأخيرة في الرمادي؟ في الأنبار. نعم في الأنبار. نعم. كنت تتابعون يعني تقدم الجيش إلى الجنوب، مدن الجنوب، وصار قتال في مدن الجنوب، وصلوا لبغداد، بغداد يعني ما طولت بغداد. طيب الأنبار دخلها الأمريكان دون قتال، ويقال حدثت مفاوضات بين شيوخ الأنبار وبين الأمريكان لتجنيب المدينة الدخول يعني الاجتياح الأمريكي. أنت كنت أحد المفاوضين. نعم. مع من كان وياك وعلى شنو تفاوضتوا مع الأمريكان؟ حقيقة شيوخ الأنبار في اجتماع قرروا أنه إحنا، لأنه إحنا أول محافظة بالعراق تم السيطرة عليها بعد سقوط الحكومة العراقية، وأسسنا مجلس محافظة وعيننا محافظ، حتى شيوخ العشائر كانوا يريدون أن أكون أنا محافظ الأنبار، ولكن أنا رفضت لأنه قلت إحنا مجتمع عشائري. هم أنتوا كنتوا أصلا مستعدين تقاتلون لو أجوا الأمريكان؟ دخلنا نكون واقعيين، يعني أكو كان استعداد ما ليست لدينا إمكانيات، يعني كنا نتأمل أن الدولة تنطينا سلاح، لأن العشائر أغلب العشائر مدربة، لأن كل أولادها كانوا جنود في الجيش العراقي. حتى عشائر الجنوب قاتلوا، العشائر والناس قاتلوا، النجف، الفرات الأوسط، الموصل كانوا مستعدين يقاتلوا. شو معنى أنتم يعني؟ إحنا ما دخل الجيش، مو إحنا. لو أنا أقول لك لو فرض يعني هل كانت أكو استعداد؟ أكو استعداد طبعًا، لذلك المقاومة أول ما انبثقت من محافظة الأنبار. هاي لا صفحة لاحقة. يعني انبثقت من محافظة الأنبار، لو ما عندهم استعداد ما تصير المقاومة في الأنبار بعد أن دخل الجيش الأمريكي. فإحنا أول مجلس محافظة كما قلت، وعيننا محافظ ومدير شرطة كان لواء من العمارة أيضًا في شرطة الأنبار، أنا عينته مدير شرطة الأنبار. سوينا مجلس محافظة وعيننا محافظ اللي هو عبد الكريم مجلس الراوي، لواء مشتغل بالداخلية، مشتغل بشرطة الأنبار ومن أهل الأنبار، بس ما أردت أن يكون من عشيرة معينة، يعني أنا ابن عشائر، من أكون أنا محافظ يمكن العشيرة الأخرى ليش مو من عندنا، الأخ يقول ليش مو من عندنا، لا، فتصير نوع من الحساسية، ففضلت أن يكون ابن مدينة مو منتمي إلى عشيرة، ويدعموا ويساعدوا لأن هي. طيب رحتوا للأمريكان، الأمريكان وين كانوا وأي مكان رحت تفاوضوا يعني؟ بالكيل و90 موجودة قوة مسوين سيطرة هناك حوالي سرية تقريبا، وصار قرار من شيوخ الأنبار أنه ندز وفد يلتقي بهم ويبلغهم بعد احتلال بغداد، بعد سقوط بغداد. نعم. بعد أن ضرب بيت الشيخ عبد الكريم الخربيط رحمه الله. خلينا نتوقف عند هذا يعني. نعم، هو الموضوع داخل بي يعني. نعم. وقتل بيه 23 امرأة وطفل كما تعلمون. ثاني يوم احنا بالمستشفى، بيت الخربيط، ضربت بيت الخربيط، كان صدام جايهم؟ لا، لكن روكان عندهم؟ اعتقد روكان كان موجود وانقتل. نعم، انقتل بالضربة اعتقد، انا ما شفته حقيقة، بس سمعت انه جاي روكان عليهم، طلع اعتقد انقتل في نفس المكان، بس صدام ما كان موجود، بس ولا مر صدام بالمنطقة ولا اجاهم ولا باكر، ما سامع به لحد الان انه جالي. طيب ليش اعتقلوا واحد بيت الخربيط وبعدين راح لبيروت خلوه بسجن واحد بيت الخربيط؟ مظهر. ليش؟ مظهر عبد الكريم، واتهم على اساس هو يدعم المقاومه. زين، المعلومه اللي جت الامريكان بحيث ضربه وبيته مات 21 واحد، شنو؟ 23. نعم، والله لا ادري، هو بيت كان معزول من كيلو 18 خارج المدينه، وتدري احنا عشائر ربعنا يطلعون بسياراتهم المضيف هناك يشوفون الوضع، او قسم مثلا منطقه صارت خطره يطلع لغادي، فتجمع السيارات موجود باستمرار، في 20 30 سياره موجوده. فاما معلومه من اهالي المنطقه هناك لسبب احقاد شخصيه او يعني اهالي المنطقه عندهم اتصال مع الامريكان، بعض اهالي المنطقه حتما، بس هو ماكو احنا يمنا المناطق الاخرى، يعني المنطقه معزوله، الكيلو 18 معزول ما لي، بس قصدي من المحافظه اكو بعض، حتما موجود. نعم. فالمهم فاحنا بالتشيع، والطيارات الامريكيه كانت تحوم فوق المستشفى وفوق المدينه، مدينه الرمادي. شيخ عبد الرزاق الخربيط تكلم معي قال احنا متهيئين للتشيع، فقال ابو مهند لو شوف احد من الجماعه اللي قررنا يروحون تروحون على الدول الامريكان
بلغوهم لانه خاف اثناء التشييع جماعاتنا اعتيادي لو يهوسون لو يرمون طلقات والطيارات تخاف تضرب هذا التجمع وتصير كارثه اخرى. فراحوا يا شيخ فوزي ابو ريشه. فوزي الافتخان ابو ريشه والشيخ حميد زبن الشوكه شيخ البذياب ايضا. واني فرحنا ثلاثه من اكو سايق من المنطقه فطلعنا لهناك. اتصلنا بالعامل القوه الموجوده وابلغناه ان احنا وفد شيوخ الانبار وعندنا هيجي موضوع، فاتصل بالقياده. فابلغونا انه ما لحق اليوم لانه الوقت متاخر، فتجون ثاني يوم الساعه 1 اما ننزلكم طياره ناخذكم القطر للقياده الامريكيه في قطر او يجي وفد من هناك يلتقي بكم ويتفاوض وياكم. فجينا في اليوم التالي. يعني شعرتوا اهتمام من الامريكان؟ نعم، كان اهتمام كلش كبير يعني. فجانا جنرال ويا بنيه ويا الاخ الدكتور حاتم مخلص ايضا كان وياهم مترجم. شنو دوره حاتم؟ مترجم. بس؟ نعم، كان يترجم لنا. فاجا وتفاهمنا وياهم وطلبنا منهم ان ما يدخلون الانبار. مقابل؟ قلنا لهم احنا قلنا لهم حالنا حال بغداد. بغداد تحت الاحتلال، باقي محافظات العراق، احنا حالنا حال بغداد، شو يصير على بغداد؟ احنا ولكن لا تدخلون، احنا منطقه عشائريه. واذا دخلتوا حتما راح تكون مقاومه عنيفه من العشائر. لانه احنا لا من ناحيه دينيه ولا من ناحيه وطنيه ولا من ناحيه عشائريه نقبل انه تجي قوات اجنبيه تدخل، لكن واقع حال صار، فاحنا حالنا حال بغداد، شو يصير على بغداد احنا؟ فقالوا كيف؟ قلنا لهم تجي تخلون ممثل من عندكم بالمحافظه او من المحافظه يخلون ممثل عندكم اذا تحتاجون في الشيء، او من بغداد شوف شلون الامر، بس المحافظه بتخلوها، فصار اتفاق انهم يدخلون المحافظه. ولكن بعد فتره دخلوا المحافظه. يعني شلون تتصلون بهم شيء؟ حقيقه انا اثناء اللقاء قلت له للجنرال قلت له المعدات العسكريه الموجوده، المنشات الموجوده، قلت له هذه مو ملك صدام حسين، صدام حسين راح، هذه ملك الشعب العراقي. قلت له فبكره يصير جيش يستقر الوضع، منين نجيب هاي؟ فاني اقترح المعدات هذه ما تضرب. قال طيب جمعوها في مكان معين ونطون احداثياتها حتى نخبر الطيران يرميها، فاحنا اي هدف نشوفه منفرد نضربه نعتبره عدو. قلت له ما عندنا خرائط. قال احنا نعطيه جهاز، نعطاني جهاز صغير جي بي اس، فما كان متعارف عليه يعني من شده الجيش ما كان عندنا شيء، فعلمني عليه. علمك بالعربي يحكي هذا؟ جنرال؟ المترجم كان يعلمنا. حاتم؟ اي كان يترجم لنا وعلموني عليه. المهم بعدها قلت له شلون اوصل لك المعلومه؟ تليفونات البداله كلها مضروبه بالدالات. قال لا اكو تليفونات ثريا عند فلان وعند فلان، انطاني اسمائهم. عندكم بالانبار ذولا؟ نعم، فاتصل بهم هم ما يخابرونا. نعم. شيوخ لو هيك ذولا؟ طبعا الرجل العادي ما يقدر يوصل حتى نشوف. يعني معناها مشبشين اياهم من قبل؟ من قبل سنين، مو سنه وسنتين. يعني. مطيهم ثريات و قبل سنين، لانه احدهم اللي رحنا عليه وحصل لنا الجنرال، قلت له حصل لي حاتم، حتى حاتم يحكي عربي اقدر انطيه المعلومات. قال لا ما لك شغله، هذا هو يحكي عربي. الجنرال جانا طلع لبناني الاصل. يعرف صديق صاحبه. صاحبه. زين هذا ما طاب العراق، هو بقطر، انت شو معرفك به؟ المهم هذا هذا اصلا من الانبار يعني من اهل الانبار. لا لا من اهل الانبار نحن. المهم فوصلنا المعلومات عنها، جمعناها فعلا هذه المعدات دبابات واليات. زين شيخ ما سالته هذا وشايل هذا، ما سالته فضول اخذك؟ كان قلت له لك الثريا من شوكه علاقاتك ويا الامريكان لو. والله ما سالته حقيقه، بس ما يحتاج يعني. سيماهم في وجوهه مبين من عنوانه. اذا مبين من عنوانه. نعم. هو هاي نهايه الحلقه الاولى من حواراتنا مع الشيخ خلف العيان. مشاهدينا الكرام، لنا حلقه اخرى مع الشيخ خلف عليان ومحطات أخرى من شهادته للتاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.